اليوم الجمعة الثامن من كانون الأول ديسمبر لعام 2023، 63 يوم على العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وما زلنا مستمرين معكم في حملة الإغاثة العاجلة التي تطلقها مؤسسة جاردن أوف ذا سانسير في بلجيكيا. اليوم نقوم بتجهيز الطرود الغذائية بعد انقطاع دام لعدة أسابيع على شمال قطاع غزة. اليوم نتوجه بالشكر الجزير إلى إخواننا في مؤسسة جاردن أوف ذا سانسير الذين لبوا النداء من أول يوم في العدوان الإسرائيلي على غزة، وقاموا بتزويد غزة بالمعونات الغذائية والمياه الصحية، وقدموا معنا حقائب الإسعافات الأولية وعدد كبير من الإغاثة التي قدمتها مؤسسة جاردن أوف ذا سانسير إلى غزة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. ما فيها ويلات تترى دون سبات، يكفيها نارا قتلا وحصارا.